دي بقى يا جماعه اكيد تشوكلت، هم اكيد ايه بيكافئوني في اخر واحده. شكلها تشوكلت وريحتها دارك تشوكلت كمان، وانا بحب الدارك تشوكلت جدا، فانا اكسايتد ادوقها. دي جبنه تشيدر صح؟ لا يا جماعه ايه القرف اللي انا بعمله ده؟ حاجه بتبقى على الفطار، زبادي زبده بالفول، فين الفول ده؟ مفيش فول خالص في الموضوع ده.